طلعوا طلعوا شغلكم هذاك. يقولنا مبرر مقنع سبب صحي ما كان مشكل، اما التحدي للقضاء سبب ما هو؟ هو الخوف من صوت الضحايا. في ماذا يؤلمك ان كنت انت بريئا؟ ما يقوله او ما يتم قوله من طرف دفاع الضحايا، هذاك صوت الضحايا انينهم لمدة حينما كانوا يهانون من طرف دفاع ويلقون عبر سيارة الاسعاف، ورغم ذلك كانوا كنا حريصنا حريصات على الحضور، احضروا وتحملوا كل شيء والاهانات من طرف دفاعه حتى في صحافته والتشهير بهم وعائلتهم، ورغم ذلك واكبوا المحاكمة. الان نينجا هو يسمع صوتهم، ليس له القوة ولا الشجاعة على مجاتهم. انا ما دايرش، قول لي بغيت، انا ماشي في الفيديو، قول لي بغيت، لا ماشي انا اللي في الفيديو، ولكن ما تهضروش في ذاك السيد، دونك هو انت. انا ما دايرش وكيما تقولش دونك هو انت. حنا كنقولوا حنا كنحاكموا الافعال اللي تشافت ماشي الشخص، افعال من ناحيه الوصف وكيف تصفها الاتفاقيات الدوليه في هذا المجال. كيجيوك لا ما تقولوش ها الدفاع، حنا في الصحافه دفاع فاشل، ها حسابو بحال الدفاع ديالو غيتحكم له في السلوك، يقول الناس لا تقولوش ما تقولوش، ان في واحد المرض على الهيمنه خصو يهيمن على كل شيء ويسير كل شيء. هذا دفاع حر، هذا صوت الضحايا خصو يبلغ المحكمه معاناه هؤلاء. فماذا يزعجك ان كنت لست فاعلا؟ قول لي بغيت، لانك انت داير تزعجك الحقيقه. قلت لك اليقين ان الكاذب لا يزعج. الا قلت لك انت قاتل راه ما تنزعجش، ولكن قلت شي حاجه كاينه فيك غتنفعل، بمعنى ان ذاك الشيء حقيقه ادت به انفعال، ادى به الى الانسحاب، عدم القدره وعدم الجرأه وعدم الكفاءه على مواجهه تصريحات الضحايا. يا كتقول لي واجههم، هما قالوا سيدي ديروا التحقيق وندير المواجهه، واجههم هنا اش ما واجهتهمش. وثانيا الدفاع ما عمرو قال شي كلمه تمس به، بدليل ان المرافعه الاولى او الثانيه او الثالثه ما عمرو شي دفاع ديالو قال سيد الرئيس هذا كلام خارج الموضوع او يمس بكرامتي ابدا. لا المحكمه طارت انتباه للدفاع، لا دفاعه اللي كانوا هما 11 احتجوا، فغير هو قال لك لا كيقولوا شي عجب السوبيه، كيقولوا حقائق ربما مزعجه، وكيخصك عندك الطاقه الى عندك الجواب كلك طاقه وصمت. هذه محاكمه، لكن انت انسان صامت، صمت في المحاكمه وجاوب، فلماذا تنسحب؟ انا غنسحب من صوت الضحايا، منين يكملوا غنرجع. هذا هروب، هذا خوف، هذا صوت الضحيه يفزعك الى هذه الحاله، الى درجه انك تعطل حق الدفاع وتنسحب ولا تحترم القضاء، بمعنى ان الضحايا على صواب، كتزيد تاكد بان قولهم على صواب. والمحكمه طبق القانون كيقول لك الا جا وما حضرش اما عنده سبب، هذه ما فيهاش نقاش، اما امتنع يحضر بالقوه العموميه، غادي يحضروه بالقوه العموميه، دار الفوضى يطرد. المحكمه غادي ما يبكيش هو يتحكم في المحاكمه، وهذا ما عمرش شفنا في شي سلوك. شفنا ناس، شفنا رؤساء دول تحاكموا في شي دول بلا ما نقول لكم، حضروا القضاء. صدام حسين رئيس دوله وتحاكم وحضر القضاء واحترم القضاء وجاوب على نفسه، فنجيو هنا كنتهربوا من القضاء. هؤلاء الذين يدعون اشياء لكن للاسف في الواقع يتصرفون بعكس ما يدعون، هذوما اللي يحق فيهم صدق قول تعالى يقولون ما يفعلون. وما حضر جاوب ناقش، كان شي كلمه مست بك قول له وقف يا سيدي الرئيس، هيا نفوفوا نشوفوا واش فين تمس بك او لا، مس بك غادي كاين اجراء، ما مس بك غتستمر المحاكمه. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.